لقي ربه في أحداث يوم أمس. أمس كان الأمر أسوأ من اليوم السابق، حيث اعتدي على المتظاهرين السلميين من المندسين، اعتدي عليهم اعتداء صارخا مرفوضا باستخدام السلاح. وهذا هو الجديد في الأمر، أن يستخدم السلاح، الخرطوش، الأسلحة النارية، قنابل الغاز. وألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 80 متورطا في أعمال العنف وحامل للسلاح ومستعمل له. فتح شنطتي وهي فاضية وقال لي إنها جواها مولوتوف، واتهمني إن فيها مولوتوف، وبعد كده عرفت إن حط فيها سكينة كمان. وحققت النيابة العامة مع بعضهم، والباقون محتجزون قيد التحقيق معهم بمعرفتها. ومن المؤسف أن بعض هؤلاء المقبوض عليهم لديهم روابط بتهددني: انت هتموت النهاردة، انت هنذبحك لو ما قلتش ان انت تبع كذا، انت مأجور، انت تبع حمدين والبرادعي، يقول ان انت تبع حمدين والبرادعي ونسيبك، لو ما نطقتش هنسلمك للناس اللي كانت بتضربك، وهكذا يعني. المهم مين اللي اداك فلوس؟ تبع مين طيب؟ بس لو نكرت عينك هيبهدلوك هيبهدلوك والله شغال في الضباب. سيبك الكلام ده، خلاص فهمناها، ما تقولوش تاني ما تقولوش تاني. هيموتوك ضرب، هيقتلوك والله. قول مين اللي وراك؟ لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية. الاعترافات الوحيدة اللي موجودة والأدلة الوحيدة هي أدلة ضد حزب الحرية والعدالة. الروابط السياسية ما بين المتهمين، المتهمين الأربعة لديهم روابط سياسية مع حزب الحرية والعدالة. هؤلاء المستخدمين للسلاح الممارسين للعنف بعضهم من المستأجرين مقابل مال دفع لهم. كشفت عن ذلك التحقيقات واعترافاتهم فيها، من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح. إن اعترافات هؤلاء والتحقيقات معهم سوف تعلن النيابة العامة من جانبها نتائجها التي تجرى الآن في هذه الوقائع المؤسفة. خوفنا من الله يعصمنا ويمنعنا ويحجزنا أن نؤذي إنسان أو نمد أيدينا لإنسان لنزهق روحه كما فعل بعضهم فينا. هكذا، والبيانات الواضحة الصريحة تقول أن الشهداء 8 كلهم من الإخوان المسلمين. ورا المرشد بقى كان في صور، في منهم صورة لأحمد فيصل. أحمد فيصل زي ما انت شايفين اهو، الحمد لله أحمد فيصل مصاب مش شهيد ومش إخوان، كلهم من الإخوان المسلمين. هو يعني عايزين يبقى، معلش في الكلمة، زي ما تقولي كده، بيقتلوا القتيل ومشوا في جنازته، كلهم من الإخوان المسلمين. Thank you.